انتخابات محسومة سلفا ومرشح بلا منافسين حقيقيين، هكذا وصف المراقبون مشهد الانتخابات الرئاسية في إيران التي حسمت من الجولة الأولى لصالح المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي. ميزان مشاركات 48.8%. اللافت أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران بلغت 48.8%، وهي الأدنى في تاريخ نظام ولاية الفقيه منذ تأسيسه عام 1979. ما اومدیم به آقای روحانی رأی دادیم، متأسفانه 8 سال پوست ما رو کندن. حالا میخوان این 8 سالی که آقای رئیسی میخواد باشه یا 4 سال. اما رئیسی نفسه فسيكون اول رئيس يحكم ايران وهو مدرج على قائمة العقوبات الامريكية بسبب انتهاكات لحقوق الانسان. يوصف ابراهيم رئيسي بانه اكثر رؤساء ايران تشددا وانه الابن المخلص للنظام، ولذلك مهد له الطريق للوصول الى منصب الرئاسة وربما خلافة المرشد علي خامنئي نفسه فيما بعد. بدأ رئيس مسيرته في أروقة السلطة عام 1981 من باب القضاء، حيث تولى عدة مناصب قضائية قبل أن يتولى منصب نائب المدعي العام للعاصمة طهران عام 1985، وهو المنصب الذي جعله فيما بعد عضوا بما يسمى لجنة الموت التي قضت عام 1988 بإعدام آلاف المعارضين الإيرانيين. بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية بلغ عدد ضحايا حملة الإعدامات التي قادتها لجنة الموت نحو 5000 شخص، بينما قالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة أن العدد تجاوز 30,000. كان رئيسي أيضا من المؤيدين لحملة القمع العنيفة التي شنها النظام الإيراني ضد احتجاجات الحركة الخضراء التي اندلعت عام 2009 عقب فوز محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية التي وصفها المعارضون آنذاك بالمزورة. بسبب تلك الانتهاكات أدرج رئيسي على قائمة العقوبات الأمريكية، غير أن النظام الإيراني واصل تصعيده حتى تولى رئاسة السلطة القضائية، ثم أصبح عضوا فيما يسمى بمجلس خبراء القيادة الذي يتولى مهمة تعيين المرشد الأعلى في إيران. He is as infamous as you can get, but he is a soldier of Mr. Khamenei, and I think that's the reason they have picked him. I'm not sure he can travel to many countries in the world because there might well be actions against him. ويتحدث مراقبون عن أن النظام الإيراني يجهز رئيسي لخلافة المرشد علي خامنئي، والذي كان رئيسا للبلاد أيضا قبل تعيينه في منصب المرشد بعد وفاة المرشد الأول آية الله الخميني. ردود الأفعال على الفوز المتوقع لإبراهيم رئيسي بمنصب الرئاسة تباينت بشكل كبير، ففيما هنأته دول أبرزها روسيا وتركيا، ذكرت منظمات حقوقية بماضيه في انتهاك حقوق الإنسان. يتغير شكل الحكم في إيران إذن ويتجه إلى منحا أكثر تشددا، فمع فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية يعود المتشددون إلى السلطة بعد 8 سنوات من حكم الإصلاحيين بقيادة حسن روحاني. ويتوقع كثيرون أن النظام يرسل رسالة للعالم أن سياسات خلال السنوات المقبلة ستكون أكثر تشددا وتطرفا. وعلى الرغم من ارتدائه عمامة سوداء، إلا أن رئيسي ما زال بمرتبة حجة الإسلام، وهي درجة دينية أقل من لقب آية الله الذي يحمله علي خامنئي. إلا أن رئيسي وفق مراقبين هو الخليفة المحتمل للمرشد الذي بلغ عمره 82 عاما ويعاني من مشكلات صحية. ووفق مراقبين فإن منصب رئيس البلاد ليس هو الحاسم في تشكيل سياسة النظام في إيران، حيث يهيمن المرشد على كل شيء ويملك صلاحيات أكبر من تلك الممنوحة للرئيس. لكن تبادل السلطة التنفيذية بين الإصلاحيين والمحافظين يراه كثيرون لعبة طالما اتبعها النظام الإيراني للموائمة بين المشروعات الطائفية التوسعية ومحاولة البقاء ضمن المنظومة الدولية وتجنب العزلة التي يمكن أن تفرض عليه بسبب سياساته المزعزعة للاستقرار. تأتي استراتيجية التوسع حتى يغضب العالم، ومن ثم يخرج قائد السلم حتى يكسب ثقة العالم، وبعد الوصول إلى مرحلة أخرى يتم إيصال قائد متطرف لكي يستمر في عملية التوسع. وفق منظمات حقوقية فقد كان رئيسي ضالعا في أكبر الجرائم في التاريخ الحديث لإيران، وهو ما كان كفيلا بأن يضعه قيد التحقيق والمساءلة لا أن يؤهله إلى منصب أعلى.